سولت علينا قالت لي كي دايرين تما كي دايرين كما المهم سولت على مالين الدار كاملين سولت عليهم مسكينه الله يرحمها قالت لي كي دايرين الوضع الاوضاع ديالكم كي دايرين الجيران تما مساكن سولت على كل شيء حيت كاينين شي جيران هنا قالت لكم ياك لاباس ياك ما دخل عليهم الواد مساكن سولت عليهم كاملين الله يرحمها شفتها حيت دويت معاها بابي الفيديو مسكينه هضرات ابي العاديه قالت لينا راه حبسونا البوليس ما خلاوناش باقي ندوزو ما خلاوناش ندوزو رجع في الله الله يرحمها مسكينه صافي حنا تهنينا قلت الحمد لله شحال وحنا كنتسناو بالليل كنتسناو الخبر ديالها ما ناسينش بالليل ما ناسينش كاع ما ناسينش الله يرحمها مسكينه الحمد لله شفناها البارح مسكينه شفناها في تما كيفاش كيحطوا الاموات شفناها مسكينه والحمد لله بعدا الخطر ديالنا الحمد لله ماشي بحال بعدا الا ما شتيها الا مشات مسكينه ماشي بحال بعدا واش غادير نصبروا يصبر الواليد وصبر الواليده مسكينه حققت الحلم ديالها خدمات والحمد لله الحمد لله طلعت فينا صوبت لينا لتحت ديال الدار الحمد لله على جزاها بالخير كنا غير في واحد الخربه هنايا الحمد لله ربي ما خلاناش الحمد لله على كل حال ربي الحمد لله وحده هو اللي كيشفنا الحمد لله على كل حال الله يرحمها الله يرحمها مسكينه قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل نهار الجمعة الله يرحمها مسكينة هضرات معايا مع الستة ديال العشية هضرات معايا مسكينة الله يرحمها هضرات معايا ملي جات في الطريق وانا صونيت عليها في الفيديو زعما واش جات ولا باقي صونيت عليها جاوبتني قلت ليها شفت الواد حيت كاين واحد الواد في هنا قلت ليها شوفي الواد راه ما تجيش ما تقطعيش الطريق الله يرحمها مسكينة الله يرحمها سولت في الناس كاملين الله يرحمها مسكينة الله يرحمها مسكينة وكيما صافي مع ديك تسعود هكاك لوحت واحد الاوديو في الواتساب قالت لي لا لوحته في الواتساب حيت ما كانش الريزو صيفطت لوحته في الواتساب في ستوري ديال الواتساب وقالت فيه راه حنا في وسط الواد راه حنا في وسط الواد عتقونا اغيتنا يا ربي طرحها مسكينه داكشي سمحوا لينا داكشي اللي كتقول مسكينه كاينه في وسط الواد وما عارفاش غدير باقي مسكينة الله يرحمها داكشي اللي غنقول لكم هضرات معايا اخر مره سمعت صوتها مع سته وشي حاجه سته ديال العشيه سولت علينا قالت لي كي دايرين تما كي دايرين كما المهم سولت على مالين الدار كاملين سولت عليهم مسكينه الله يرحمها قالت لي كي دايرين الوضع الاوضاع ديالكم كي دايرين الجيران تما مساكن سولت على كل شيء حيت كاينين شي جيران هنا قالت لكم ياك لاباس ياك ما دخل عليهم الواد مساكن سولت عليهم كاملين الله يرحمها شفتها دويت معها بابي الفيديو مسكينه وملي ديك تسعود واقيلا هكاك ديك تسعود هضرات معانا هضرات غير ابي العاديه الله يرحمها مسكينه هضرات ابي العاديه قالت لينا راه حبسونا البوليس ما خلاوناش ندوزو رجع في الله الله يرحمها مسكينه صافي حنا تهنينا قلت الحمد لله على كل حال قلنا ما خطرتش بحياتها ما خلاوهمش ندوزو وانا كنتسناو الخبر ديالها شحال وحنا كنتسناو بالليل كنتسناو الخبر ديالها ما ناسينش بالليل الله يرحمها مسكينه الله يرحمها ويسعدها والله يصبرها الله يرحمها خدامه في اقاد كتجي نهار الجمعه حيت كاينين عندها اضرابات جات ذاك النهار ذاك جات النهار ومشات واقيلا نهار الخميس وجات نهار الجمعه حيت كيكون عندهم خاو كيكون نهار السبت والحد كيكون عندهم خاو وكتمشي عاوتاني مسكينه قبل هنا كتجي حيت هي كتزورنا حيت الواليد مسكين راه مريض ما في حالوش الحمد لله على كل حال ايوا اخر كلمه قالتها هي هذيك قالت لي صافي مع السته كان صافي مسكينه صافي شحال كنتسناو فيها شحال كيصوني من الناس كاملين حيت حتى الريزو ما كاينش ما عرفناش والتليفون ديالها طفى حيت ملي هضرات معايا قالت لي راه كاين فيه كدا 20 تقريبا كاين فيه كدا 20 مسكينه الله يرحمها في هذا النهار الله يرحمها مسكينه ربي اللي بغاها
والدار ربي اللي عطاها الحمد لله على كل حال. هذاك الشيء اللي كان لا مازال ما تزوجات يلا تخطبات ان شاء الله. قالت لك هذا العام مسكينه غتزوج صافي قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله حققت الحلم ديالها حققت الحلم ديالها خدمات والحمد لله الحمد لله طلعت فينا صبت لينا لتحت ديال الدار الحمد لله على جزاها بالخير. كنا غير في واحد الخربه هنايا الحمد لله ربي ما خلاناش الحمد لله على كل حال. ربي الحمد لله وحده هو اللي كيشفنا الحمد لله على كل حال. ربي وحده ربي الحمد لله هو اللي كيشفنا. كانت الله عمرها دار كلشي ناس عزيزين عليها الناس كاملين اللي سولتي مسكين اللي سولتي في هنايا كلشي كيقول الله عمرها دار الله عمرها دار كلشي كاين معاه مزيان. الوالد مسكين مريض برجلين مريض مسكين مريض دارين ورجلي ما قاد فيه القبض مسكينه كتعاوني مسكينه هي اللي عاونتنا في المعيشه ديالنا حيت حنا غير ثلاثه البنات هي الكبيره وانا كاين عندي الاخت الوسطانيه كاينه دابا في اكادير كاع ما جات مسكينه. قلت ليها اودي ما تجيش حيت الوديان ما تجيش اودي حيت ما غاديش تشوفها باقي وهي المعيله الوحيده مسكينه هي اللي كانت هي اللي هزانا مسكينه الله يجازيها بالخير. كانت احسن اخت احسن اخت جبتها في الدنيا احسن اخت فيها في الدنيا الحمد لله على كل حال. ربي الحمد لله قادر على كل شيء الحمد لله على كل حال. هذاك الشيء اللي كان امين يا ربي امين امين يا ربي. صافي ما تسوسونا وليا مع تقريبا كاسوني تليفون الخطيب ديال هانيت كاسوني كنقول ليه كيفاش الاوضاع تما واش ما عرفتش كاع اش غنقول لك. قالوا لك راه صافي الكار راه مشى صحابينا حنا واش صدمنا الخبر. قالوا لك راه الكار مشى صافي ما عندنا ما نديرو صافي. وملي سمعنا عاوتاني راه خرجت حيت باقي خرجت في الكار خرجت في الكار مسكينه. قال هذا الشيء اللي سمع الصراحه ما عرفناش ما شفناهش الصراحه حنا. قالوا لك تعلقات في شي حاجه تما صافي ما قدرتش باقي ما قدرتش تصبر. الحمد لله على كل حال داك الشيء الحمد لله على كل حال. انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله شفناها البارح مسكينه شفناها في تما كيفاش كيحطوا الاموات شفناها مسكينه والحمد لله بعدا الخطر ديالنا الحمد لله ماشي بحال بعدا الا ما شتيها الا مشات مسكينه ماشي بحال بعدا. واش غديري نصبروا يصبر الواليد وصبر الواليده مسكينه اش غديري داك الشيء اللي مكتبني لا الحمد لله على كل حال. من المسؤولين ديال اقليم طاطا نطلب منهم يدعيو معها بالرحمه والمغفره ويسمح لينا منها مسكينه الله يرحمها في هذا النهار مسكينه. اليوم الجنازه ديالها مع الظهر مسكينه الله يرحمها مسكينه قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل. ما علينا غير بالصبر ما علينا غير بالصبر كلشي الناس الحمد لله كيدعو معها اللي كاع ما عرفها الحمد لله كيدوي معها حيت عارف سبحان الله العظيم عارف بلي نية وسبحان الله العظيم الناس اللي قرات معاهم كيشوفوا صحاباتها كيقولوا الله عمرها دار يلاه دوات معايا واحد صاحبتها قالت لي حيت ما كانش الريزو مسكينه قالت لي اش غديري انا بحال اختك صاحبتها هي صاحبتها كتقول لي انا بحال اختك هو قدر الله ما شاء فعل. ربي معانا حققات الحلم ديالها حققات خدمات ودوزات الحمد لله الامتحان ديالها وهاد العام اللي خدمات مسكينه هاد العام نيت بالضبط خدمات في اقانيت في هنا نيت وقدر الله وما شاء فعل. قدر الله كل نهار الجمعه كتجي عندنا مسكينه حات عارفه حالنا وهي اللي كتجيب لينا كلشي حيت الواليد مسكينه كتجيب لينا الخضره حيت حتى انا كنقرا في سانكيام ان شاء الله غنطلع للسيزيام ان شاء الله واختي كتقرا في اكادير نعم الثاني ديالها في المدرسه الله يوفقها حتى هي الله يوفقها الله يرحمها مسكينه الله يرحمها قدر الله وما شاء فعل. انا قل انا لله وانا اليه راجعون مسكينه امين يا رب امين. داك الشيء اللي غادي نقول لكم المشاهدين دعوا معها بالرحمه والمغفره الله يرحمها مسكينه الله يرحمها مسكينه ويغفر ليها الله يرحمها الله يصبرنا يا ربي. هي راه كبيره بقلوبنا مسكينه الله يعمرها الدار ما شفنا فيها التعب الحمد لله ما شفنا فيها
فيها التعب. الحمد لله الحمد لله على كل حال، كبرنا في واحد الدار تما الحمد لله، حتى سهل علينا الله، سهل علينا الله، بنينا شويه الدار هنا، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله على كل حال، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها مسكينه، داكشي اللي غنقول الله دعيهم معاها بالرحمه وربي. الحمد لله على كل حال، بيني في الجنه ان شاء الله يا ربي، فردوس الاعلى يا ربي، امين يا ربي، ترزقنا الصبر الصبر وصافي الصبر. ما عندنا ما نديرو ليها مسكينه، ما عندنا ما نديرو ليها مسكينه، حيت داكشي اللي مكتوب على الله هي اللي غتكون. القدر القدر الحمد لله. شكرا من طول، سمحوا لينا سمحوا لينا اليوم، ريت نعافيكم انا ما جاو معاه بالرحمه. الله يرحمها الله يرحمها، اليوم غادي يمشي غادي يمشيو لتما الجنازه ديالها غيجيبوها. ماما نيس دابا مشات حيت ما كايناش، مشات حيت الوالد ما قادش مسكين، ما قادرش ما قادرش يتمشت، كيتمشى شويه ولكن ما قادرش مسكينه، خصوصا دابا ملي ماتت هي صافي مسكين، غاليه على على قلبه مسكين، هي الكبيره فينا، هي الكبيره فينا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله حنا صابرين حيت بعدا راه شفناها البارح الحمد لله، اما كنا ما شفناها راه رجع في الله وصافي رجع في الله، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. امين يا ربي امين.